مشاهدينا سننتقل الآن لضيف حلقة هذا الأسبوع المنشد شهاب الشعراني. مرحبا بك شهاب معنا اليوم. أهلا وسهلا. الله يحييك شهاب. شهاب طبعا احنا بندخل بنتكلم كثير وبنسألك كثير، لكن قبل ما ندخل في الحوار نروح نشوف مقطع من أغنيتك الأخيرة اللي هي بعنوان للناس، وبعدين نرجع نبدأ هذا النقاش. أبداً فالله من يذكره لا ينسى، ما دمنا نحن مع الله لن ننسى نحن برحمة. كم ردت ألطاف الله من عسر سبحان الله، كم ردت ألطاف الله من عسر سبحان الله، كم وسعت رحمات الله، كم من مخلوقات الله، من مخلوقات الله لا ننسى. إذا مرة ثانية أرحب بك شهاب وأهنيك وأبارك لك على هذا الكليب، كليب جميل. لو تكلمنا بداية عن هذا الكليب شهاب. الله يحفظكم. بداية اشتغلنا هذا الكليب أسبوعين وحصل تأخير كذا في المونتاج وبدأت تقريبا قبل شهر ونصف. طيب شهاب ربما صوتك يتقطع قليل، لكن بسألك سؤال ثاني وبحاول أسمعك أكثر وأركز معك. كيف استطعت أن توفق بين مشوارك الفني ودراستك، خاصة وأنك في السنة الأخيرة اللي هي شهادة ثالث ثانوي؟ والله كنت في فترة ثالث ثانوي اشتغلت تقريبا أربع أعمال أو ثلاثة أعمال، يعني ما اشتغلت كثير أعمال على أساس ما أشتغل على الجانب الدراسي. أيوة. والحمد لله يعني بفضل الله اولا، ثم يعني واحد يحاول يوازن بين الاجالين. جميل. طيب طلعت نتيجتك ولا عادوا؟ ايوه. كم طلعت نتيجتك؟ 95.13. ما شاء الله مبارك عليك. ايش اللي ناوي تدخله بعد هذه النتيجه؟ اتوقع في البيت كلهم يقول لك طب هندسه، طب هندسه، لكن انت ايش تشتي؟ صراحة لحد الآن يعني عدنا ما قد قررت يعني. جميل، معليش برضو كمان معك وقت. بتاخذ سنة خدمة صح؟ كيف؟ بتاخذ سنة خدمة قبل الجامعة؟ ها ما لا ما في لا. طيب لو تشتري مني نصيحة بقول لك يعني قوي لغتك الإنجليزية قبل أي شيء، تمام؟ وهذه فرصتك. فعلا. طيب لو نرجع نتكلم عن الفن، انا هذه الفترة ان شاء الله يعني في الفن. جميل جميل. طيب لو نرجع نتكلم عن هذه الفترة يعني معاهد واشتغل اعمال كثير، خصوصا في هذه الفترة اللي هنا يعني في جانب الدراسي، يعني هذه الفترة سنة يعني فاقصد اقوي اللغة وكذا، وبشتغل ايضا اعمال في الجانب الانتقادي. ممتاز. طيب كنت أقول لك إني أرجع نتكلم عن الفن، يعني أنت شخصيا هل أنت متجه لفن معين أو ما يسمى بالفن الهادف الملتزم، أو تحس أنه عندك مجال للانفتاح على مختلف الفنون؟ والله للفن الهادف. ومتى بدأت الغناء؟ كيف؟ متى بدأت الغناء؟ والله تقريبا في 2014 يعني بدايه مع طير الجنه. جميل. طيب لو عديت واسعفتك الذاكره، كم هي عدد الاعمال اللي قدمتها انت شخصيا بالمجمل؟ والله تقريبا 20 كليب يعني. 20 ايش؟ كليب. ما شاء الله. المشوار ما شاء الله. طيب أيوه. تحضر لأعمال جديدة قادمة؟ أكيد، وأعمال قوية جدا يعني.
ان شاء الله نحن كمان منتظرين. وتفكر بالالتحاق ببرامج اكتشاف المواهب يعني عشان الشهرة، ربما بغرض الشهرة فقط او انتشار؟ والله كبرنامج غنائي ما فكرت يعني. لانك انت تقريبا اتخذت الفن الملتزم وما فيش فرص كثيرة، صح ولا لا؟ ولا ايش السبب؟ ايوه صح. طيب ربما من بدايتك، من بدايتك يعني قريبة جدا لكن مع ذلك ما شاء الله غزيرة، أكيد هناك صعوبات تواجهتك في البداية وإلى الآن، لو تذكر أكثرها حضورا في ذاكرتك. والله يعني من إحدى الصعوبات لما سبق في حلقة كان الوقت ضيق يعني. فكنت يعني كان الوقت التدريب يعني اتدرب على كان الوقت ضيق جدا، فكنت تقريبا ما اتدرب الا قبلها بيوم واحد لانه كانت الفتره اسبوع بين الرايم والرايم، وفيها سفر يعني من بيروت، فكنت ما القاش وقت، هذه كانت احدى الصعوبات. ايوه شهاب، شهاب عشان نختم الحلقه لازم نختمها بمسك، عشان نختم او المقابله لازم نختمها بمسك، فايش رايك تعطينا وصله او مقطع غنائي او انشادي من اللي تحب؟ طيب تفضل. كل ما ذكرتك الهي بنفسي تلك الغنائي، سهران صاحي لحالي والشمس شمع الظلام، كل ما ذكرتك إلهي بالنفس تلقى منام، سهران صاحي لحالي والشمس شمع الظلام، يا ربي أرجو ثوابك أخافك عذابه، يا ربي أرجو ثوابك أخافك عذابك، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، تايه أنا ودربي وين، ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين، يا ربي أنت المعين. المنشد شهاب الشعراني ضيف حلقة هذا الأسبوع، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق.